FM. الكلمليك. Coup de cœur. 13 أوت هو العيد الوطني للمرأة التونسية، وهو في نفس تاريخ سن قانون مجلة الأحوال الشخصية في تونس اللي تنشر من بعد نهار 17 أوت 1956. دخل حيز التنفيذ في 1 جانفي 1957 بأمر علي من البي. وقتها 13 أوت كان من بين حاضرين فيه أحمد المستيري، الحبيب بورقيبة، محمد الطاهر بن عاشور، محمد عبد العزيز جعيط. قبل 13 أوت 1956 كانت مرحلة مهمة تأسيسية وإصلاحية تبدأ من عام 1868، وقت خير الدين باشا اللي كتب على مستقبل الحضارة الإسلامية وتحديثها. عام 1897 الشيخ محمد السنوسي اللي كتب على المرأة في الإسلام وأكد على تعليمها وتدريسها. من بعد 15 سنة نلقاو عبد العزيز الثعالبي وسيزار بناتار والهادي سباعي اللي كتبوا كتاب مهم جدا في الحقيقة اسمه الإسبري الليبرال دو كوران، اللي فيه ساندوا تدريس الفتاة ودعاو إلى إلغاء الحجاب. في 1930 طاهر حداد كتب كتاب امرأتنا في الشريعة والمجتمع اللي باش يكون من بعد مرجع لخطاب الحبيب بورقيبة في 13 أوت 1956. في نفس الفترة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور اللي كان مفتي تونس وعميد جماعة الزيتونة دافع عن حقوق المرأة في عدة كتابات وخطب. عام 1940 محمد زروق أسس أول صحيفة نسوية فرانكوفونية اسمها ليلى من بعد حجبت. 1959 صفية فرحات ودرة بوزيد أسسوا صحيفة فايزة اللي هي أول مجلة نسوية ناطقة باللغة الفرنسية في إفريقيا والعالم العربي. الكلمة ليك.